انا موجود هون وفي قدامي بورد، هذا البورد في عليه جائزه كبرى. قبل ما اكمل اليوم، الجائزه الكبرى راح تكون تليفون مقدم من شركه نيسان. يعني اليوم في الشخص راح يطلع من هاي الحلقه اسمه على البورد وراح ياخذ تليفون مقدم من نيسان. كل عام وانت بالف خير، ما بتتخيل قديش فرحتني. كل عام بخير. لا مستحيل. قديش؟ 7 ثواني. اوف يا رب. الحمد لله ما شاء الله. بدنا نحكي لولا، احنا اسفين، في حدا اجى كسر يور ريكورد. يا رب. انا عشان في فكره بحاجه موبايل، والله تلفوني بعلق. والله اذا ما حدا كسر الرقم عندك غير اني اعطيك. يا رب يا رب. 7 seconds. طيب عم بحكولي بالكنترول روم انه انت اول شيء تفوقت على ولاء، اكيد مش 16 ثانية. ولكن انت جاوبت في 8 ثواني. كم توقعتي يا شيماء؟ يلا 3 ثواني. 3 ثواني. قديش راح تفوزي معنا؟ برضه عم بحكولي في جائزة التوقع، ما شاء الله عليكي. 3 ثواني، برافو، ألف مبروك. سمعيني صوت. يلا. شكرا شكرا. ثانك يو سو ماتش. عندنا شخص ربح مره ثانيه وهي شيماء الشافعي، زي ما انتم شايفين قدامكم. كل الجوائز اللي اخذتيها بالاضافه لتليفون مقدم من شركه نيسان.